الإقبال على اللحوم في رمضان بيبقى أزيد من المعتاد، وده بيخلي الجزارين يعملوا حاجة من الاثنين، يا إما يرفعوا سعر اللحمة يا إما يأكلوك لحمة كبيرة. ده بخلاف إن في كاتيجوري من الجزارين بيبقى ليفل الإبداع بتاعهم عالي وبيعملوا الاثنين. فلو كانت احتمالية إنك تاكل لحمة حمير إكس في المية، فتوقع إن النسبة دي لازم تزيد في رمضان. أكتر شعب بياكل لحمة حمير هو الشعب الصيني، ومعروف إن الشعب الصيني بياكل أي حاجة بتقابله في سكته، صراصير، كلاب، حمير، جراد، ضفادع، أي حاجة بتقابله في سكته بياكلها. في جملة مشهورة بتقول Chinese eat everything can walk but the train, eat everything can fly but the plane، بمعنى إنه بياكل أي حاجة بتمشي ما عدا القطر، أي حاجة بتطير ما عدا الطيارة. القصة بدأت سنة 1400 لما أمير زوزولي قرر إنه يحارب الإمبراطور الصيني عشان يستولي على الحكم. الأمير زوزولي اتهزم هزيمة منكرة وما كانش قدامه هو وجيشه غير إنهم ياكلوا الأحصنة بتاعتهم عشان يقدروا يعيشوا. الموضوع عجبهم وانتشر في الصين، وبقت وجبة لحمة الأحصنة من الوجبات المفضلة لدى الصينيين، وده خلى سعرها يزيد. لما سعرها زاد الصينيين قرروا إنهم يجربوا لحوم الحمير. الصينيين عشقوا لحمة الحمير لدرجة ان عندهم مثل بيقول Dragon meat in the sky and donkey meat on the earth، بمعنى ان ربنا خلانا لحم التنين عشان ناكله في الجنة وسب لنا لحم الحمير على الارض. اشهر ثلاث وصفات بيعملوها من لحوم الحمير وجبة البرجر، ووجبة تانية بيبقى شبه الحواوشي، ووجبة ثالثة اسمها Donkey Three Treasures او وجبة الكنوز الثلاثة. وجبة الكنوز الثلاثة دي، لحظة، اللي بيعرف يقول وجبة الكنوز الثلاثة دي عبارة عن الحوض التناسلي بتاع الحمار والخصيتين والكليتين، ممكن تقوم ترجعها. الصينيين بيعشقوا الوجبة دي جدا وبيؤمنوا انها بتزود القدرة الجنسية نفس درجة ايماننا في الكوارع والقشريات. نسيبنا بقى من تاريخ لحمة الحمير ومن ثقافة الشعب الصيني ونخلينا في الحقائق العلمية. هل اللحمة دي مضرة؟ لو جينا نعمل مقارنة ما بين لحم الحمير واللحم البقري مبدئيا من حيث المحتوى البروتيني، هنلاقي ان كل 100 جرام من لحم الحمير بيحتوي على 34.5 جرام بروتين، في حين ان اللحم البقري كل 100 جرام منه بيحتوي على 31.5 جرام بروتين فقط، او بمعنى تاني ان لحم الحمير اعلى في المحتوى البروتيني من اللحم البقري. من حيث نسبة الدهون هنلاقي ان كل 100 جرام من لحم الحمير بيحتوي على 2.8 جرام من الدهون، في حين ان اللحم البقري بيحتوي على 4.5 جرام. معنى ذلك ان اللحم الحمير اقل في نسبة الدهون من اللحم البقري، وهيكون افيد بكتير للجماعة اللي بيعملوا دايت. مش بس كده، ده معظم الدهون اللي موجودة في لحم الحمير دهون غير مشبعة على عكس اللحم البقري، يعني اللي هتسبب لك تصلب شرايين ولا هتسبب لك جلطات، وهتلاقيه خفيف على المعدة وهتخليه خفيف ونشيط. نسبة الجلايكوجين او النشا الحيواني في لحم الحمير اعلى من اللحم البقري، لذلك هتلاقي لحم الحمير مسكرة وزي عسل. المعادن زي الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفورس والحديد والزنك موجودين بنسبة اعلى في لحم الحمير. طب حلو، في المشكلة بقى؟ المشكلة انهم بره بيروحوا للجزار يطلبوا منه لحمة حمير، والجزار بيبيع حالهم على انها لحمة حمير وبيحاسبهم على انها لحمة حمير، في حين ان انت هنا بتروح للجزار تطلب منه لحم بقري والجزار بيبيع لك لحمة حمير وبيحاسبك على انها لحم بقري. ده بخلاف طبعا ان في كلام على حرمانيات. طب ازاي افرق بين اللحمة الحمير واللحمة العادية؟ مفيش اي وسيلة يقدر يفرق بيها شخص عادي ما بين لحم الحمير واللحم البقري. كل الكلام اللي على النت ده هري فهري. وعموما يعني اللي قبلنا قالوا اذا لم تستطع بقومة استمتعنا. وعشان الكلام ده غريب لكن انا مش جايبه من بيتنا، فانا هسيب لكم الابحاث بلينكاتها في الكومنتات عشان تتاكدوا بنفسكم. كل سنه وانتم طيبين.